يا خرده يا عيال، من يبي عشاء اطلب له معي انا. بس اسمع، استنى شوي يمكن ياسر يجي. يا ابن الحلال، ياسر له اسبوع ما جاء الاستراحه، قلب سلامته. ياسر مريض. امه مريض، وش فيه؟ ما ادري، مرض. ها، وش مرضه؟ مرض من الامراض التي تصيب الانسان. فاكي، ياسر مريض ولا ايش؟ اتوقع انه مريض لانه ما جاء الاستراحه من زمان. يا ابوي دزها انت وتوقعاتك. شكش، جاك علم عن ياسر؟ سمعت عنه شيء؟ يا ابوي دقيت عليه اكثر مره ما يرد، شكل كلامك كفته صح. يا عيال، هذا خوينا، لازم نسال عنه. دزيناها لبيتهم وحنا راجعين ناخذ لنا اكل محلي. يلا هيا. ياسر بخير وما في الا عافيه، انتم ما تشوفونه؟ الا بس لنا كم يوم ندق عليه ما يرد، فقلقنا عليه قلنا نجي نطمن. حياكم الله، بيتكم محلكم، ياسر صديقكم واخوكم من زمان. وابشر بعلمه بعلمه انكم جيتوا وسالتوا عنه. احنا جاهزين نبغى نروح ناكل في المطعم. عبد حياكم الله، انتم في بيتكم وش تاكلوا في المطعم؟ غداكم موجود وكواتكم الحين تجيكم. لا يا عم كفته، قصده انه احنا معزومين على الغدا. كثر الله خيرك. هو صادق، كثر الله خيرك. اسمع يا كفته، لا عاد تعطي توصيات على مطاعم، ذوقك ماش. يا ابوي حرام عليك، اكله مره طعم. لا يا شيخ، انت ما عندك مشكله، الاكل زين مو بزين، فرامه ما شاء الله عليك. الحين وراك انت وياه رايح عند ابوي تقول ولدك ما نشوفه؟ اشغلت امي وابوي، الله يشغلك انت وياه. ابوك التصريف البطله. تعال تعال علمنا وينك زابن لك كم يوم. والله لا زابن ولا شيء، صرت اطلع مع جروب ثاني. اطلق من جو الاستراحه، جوهم رايق. جوكم عزايم؟ وش دخل عزايم؟ وهو صادق، على شكلك ولبسك كنك جاي من عزيمه وطاقها احلى مفطح. انتم اخر ناس تتكلم عن اللبس، وش عرف كنت وياه هذه الموضة؟ بس تبون الجد؟ يا عليهم جو، عليهم فخامة، تبون أكل، تبون مواتر، تبون كل شيء، أسواق، تمشية، تي ون، فرفرة. طب عادي تدخلنا معك بذا الجو؟ والله إذا تبغى تدخل معنا يا عامر يبغاك تغير أشياء كثيرة مرة. أشياء كثيرة فيني أنا؟ مثل وشو؟ اسمك، لبسك، شماغك، مشيتك، وبين بينك طاقيتك. طيب لو جيت ببنطلون والتيشيرت يمشي؟ يا قدمك انت يا حبيبي، التيشيرت والبنطلون بطلوها من زمان. الحين ثوب السلك الكريمي هو ترند عند عيال شمال الرياض، ويبيكم تشترون سماعة ايربودز وتحطون واكس على شعوركم. اقول لك انا ما عندي واكس، ينفع احطه على شعري زيت؟ زيت اجل يا حبيبي. انتم يبغالكم تدريب نظري وعملي وبروفا قبل الطلعة، خاصة انت يا بابا سنفور. قصيت سماعتي عشان تصير زي سماعتك. السموحة ياسر، امسحها في وجهي هالمرة، تعرف خوينا درج. الحين وش المرحلة الجاية يجعلك تسلم؟ وهنا يكون دخلنا على المرحلة الثانية. أما عاد المرحلة الثانية لا يكون بس تبينا نستأجر موتر. وموتر كفتة وش فيه؟ لا يا عامر، موتر كفتة ما يواكب المرحلة أبدا. انزل انزل، وش عرفكم انتم؟ اوف 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 اوف، سلامات. الناس كلهم طقمه نفس لبسنا. يقلدونا؟ ما يقلدونا يا سبك انت وياه، ذولا ماشيين على نفس الجدول حقنا. ان شاء الله نلحق نستاجر موتر قبل ما يخلصوا المواتر علينا. يلا يدك على 500 انت وياه. 500 ليه؟ يا ابن الحلال، الكشخه هذه والفخامه هذه يبغى لها موتر زي الناس، يبي لها رينج روفر جي كلاس ولا روز رايز، يبغى لنا نحمل كل مقاطع البارت المحذوف. ها، واطنخ شبابك قبل ما ترحل ايامك. صح لسانك، وابشر بعزك.
هذه 500 ريال كنت مخليها لليالي المعاسير، وجاء وقتها وقت المخاسير. في 200 تمشي.